بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا في هذه الحلقة صحابي جليل ليس عربيا، ومع هذا النبي يقول من أهل البيت. شلون تركب؟ من هذا الرجل؟ كان وهو فتى صغير يعيش في بلاد فارس، من أصفهان هو، وكان أبوه سيد قومه، وكانوا على عبادة النار، مجوس يعبدون النار، وكان أبوه أحب شيء إليه في الدنيا هذا الغلام الذي اسمه سلمان. سلمان كان أحب الناس إلى أبيه، وكان أبوه يحبه حبا جما، لدرجة أنه ما كان يدعه يخرج من القصر من البيت. كان جالس في البيت أبو سيد القوم، وما كان يخليه يخرج من البيت. ليش تطلع؟ من خوفه عليه ومن حبه له. وكان أبوه يخرج كل يوم من إلى الحائط ويرجع. في يوم من الأيام حتى وصل سلمان إلى درجة صار القيم على النار، يعني حارس النار التي يعبدها الناس. يوم من الأيام قال أبوه له: إنني مشغول اليوم، أنا عندي أعمال، فاذهب إلى الحائط بدلا مني، مزرعة اذهب إليها اليوم واصنع كذا وكذا، علم شي سوي بدلا مني. سلمان فرح، على الأقل نطلع من البيت، مل سلمان جلوسه في البيت. خرج سلمان وهو في الطريق رأى كنيسة، كنيسة للنصارى في بلاد المجوس. يقول: فرأيت كنيسة فجئت إليهم أنظر ماذا يصنعون. يقول: فأعجبتني صلاتهم وأعجبني كلامهم، فدخلت إلى الكنيسة وأخذت أسألهم، وكان ذكيا، أخذت أسألهم. يقول: فأعجبني حديثهم وأعجبني دينهم. يقول: حتى ارتفع، يعني تأخر النهار وذهب النهار، وأنا ما رحت الحائط، ما رحت أسوي العمل الذي طلبه مني أبي. يقول: وأبي أخذ يبحث عني، تأخرت. يقول: فلما رجعت سألني أين كنت، قال: كنت في كنيسة ورأيت شيئا غريبا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت دينا أحسن من ديننا. قال: يا بني إياك أن تقول هذا. فعنف عليه أبوه ومنعه، قال: لأرجعن إليهم. فحبسه في تلك الدار، قفل عليه الباب، حبسه خلاص، ما تطلع بعد اليوم، خاف أبوه أنه يبدل دينه. وكان سلمان يشتاق إلى دين النصارى. يقول: فأرسل رسولا دز واحد إلى الكنيسة: أنكم إذا رأيتم قافلة من الشام، يدري دين النصارى وين بالشام، قال: إذا رأيتم قافلة من الشام قد أتت تريد أن ترجع، تقفل ترجع إلى المدينة إلى الشام، فأخبروني. ومرت الأيام حتى جاءه الخبر، جاءت قافلة وسوف تعود الآن. فهرب سلمان من البيت، ذهب إلى أين؟ ذهب إلى القافلة وركب معهم وخرج من بلاد فارس. أبوه بحث عنه فلم يجده، فر سلمان ليلحق بالنصارى. ذهب إلى كنيسة في بلاد الشام، ودخل إلى رجل كان قسيسا وحبرا عظيما من أحبار النصارى، من علماء النصارى، الكل يرجع إليه. قال: أنا أريد أن أتعلم دينك وأقتدي بك، ولكني لا أملك شيئا، ما رأيك أن أخدم في الكنيسة، أصير خادم وأتعلم الدين؟ قال: لا بأس. يقول سلمان: فبدأت أخدم في الكنيسة مع ذلك القسيس، وكان رجلا يعلم الناس الدين ويلجأ الناس إليه ويسألونه، لكنه كان رجلا كاذبا، لم يكن صادقا، كان يجمع المال ويحتفظ به لنفسه، ما يوزع الفقراء، يوزع شوي والباقي وين يخش لنفسه. يقول سلمان: عرفت أن الرجل كاذب. يقول ومرت الأيام حتى مات الرجل، فجاء الناس يصلون عليه. يقول سلمان كان ذكي وبطل وشجاع، ما يهمه. يقول: فجاءت الناس تصلي عليه، فقلت لهم: كيف تصلون على رجل كاذب؟ فهموا به. شو تقول؟ تقول حق سيدنا وقائدنا ومعلمنا والقسيس الذي يعلمنا الدين تقول كاذب؟ قال: نعم، إنه رجل كاذب. قالوا: ولم تقول هذا؟ قال: المال الذي جمعه ما وزع الفقراء، كان يجمعه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المكان الفلاني دفنه. فحفروا فوجدوا أن سلمان كان صادقا، فلم يدفنوه ورموه بالحجارة وتركوه. وظل سلمان يبحث عن قسيس آخر يعلمه الدين، فوجد رجلا قسيسا صالحا، فجلس سلمان معه سنوات. فلما اقتربت وفاته قال له: يا فلان،
إنني الآن يعني أتعلم الدين وجئت إليك أتعلم ديني، فدلني على رجل آخر في الأرض أذهب إليه تثق فيه. قال: لا أعلم رجلا في الأرض متمسكا بدينه إلا رجلا في الموصل، اذهب إليه. فسافر إليه سلمان من الشام إلى الموصل، فذهب إلى الموصل وجلس مع الرجل. قال: أرسلني إليك فلان، فإن شئت جلست عندك. قال: اجلس. فجلس معه سنوات حتى اقتربت وفاته. قال: دلني على رجل آخر. قال: لا أعرف أحدا إلا رجل في نصيبين. فسافر إلى نصيبين، ثم لما اقتربت وفاته دله على رجل في عمورية، فذهب إلى عمورية. فلما اقتربت وفاته قال له: لا أعرف أحدا بقي على هذا الدين، خلاص الناس كلها بدلت وضيعت الدين. قال: ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ قال: هذا زمان يخرج نبي. شوف القصة الغريبة، هذا زمان يخرج نبي، وهذا النبي في بلدة بين عند العرب، في بلدة بين حرتين، وفيها نخل من علاماته، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. الهدية يأكلها يقبلها، لكن الصدقة ما يقبلها. وبين كتفيه خاتم النبوة، فابحث عنه. يقول سلمان: عندي أنا كانت بقرة وبعض الأغنام، فذهبت ووجدت قافلة تريد أن تذهب إلى بلاد العرب، فقلت لهم: ما رأيكم أن تأخذوا هذه البقرة وتلك الشياح على أن تذهبوا بي إلى بلاد العرب؟ قالوا: لا بأس. فأخذوه وأسروه، كذبوا عليه، وفي الطريق باعوه ليهود، وصار أسيرا، عبدا أسيرا. حزن سلمان، وين الحين أبحث عن هذا النبي؟ وإذا باليهود يذهبون به إلى أين؟ إلى المدينة. شوف قدر الله لسلمان، رجع إلى المدينة. يقول: فنظرت فإذا هي بلاد العرب، وإذا بالبلاد فيها حرتان وفيها نخل، قلت: أسأل الله أن تكون هذه هي الأرض. يقول: مرت الأيام وكنت أعمل لسيدي يهودي سيدة، يقول: وكنت أعمل له، فدخل عليه رجل. قال: سمعت، ما الخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عندهم جالس. يقول: فنزلت أسأل، قلت: أي نبي؟ يقول: فصفعني سيدي، فسقطت على الأرض. قال: وما شأنك؟ قال: لا، فقط أسمع. يقول: فجلست أسمع، يقولون نبي جاء إلى المدينة. يقول: فأسرعت إليه أسمع هذا هو النبي ولا مو هو النبي. يقول: فجئت والناس حوله في المدينة. يقول: فجئته بتمر، فقربت إليه التمر. قال: ما هذا؟ قال: إنها صدقة، وأنت رجل صالح، فهي لك ولأصحابك، هذه صدقة كلها. يقول: فرأيته يبعد الصدقة عنه ويعطيها لأصحابه يأكلون، وما أكل منها شيئا. قلت: هذه الأولى. يقول: جئت اليوم الثاني فقربت إليه طعاما. قال: ما هذا؟ قلت: هذه هدية كرامة لك، المرة هدية. يقول: فأخذ منها وأكل منها. قلت: هذه الثانية. بقيت شنو؟ ثالثة، خاتم اللي بين كتفيه. سلمان كان ذكي. يقول: فإذا به، يقول: أبحث عنه بين الناس. يقول: والرسول شنو قاعد يطالعني؟ يشوفني أطالع ورا كتفه، يشوفني أطالع كتفه. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقل الناس رسول الله. يقول: فنظر إلي فأزاح الرداء عن كتفيه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل الرداء بين كتفيه عشان يوريه الخاتم، عرف الرسول أنه قاعد يدور الخاتم، العلامة اللي على ظهره. يقول: فنظرت فإذا هو خاتم النبوة، فلما رأيته أسرعت إليه أعانقه وأبكي أبكي. قال: ما خبرك؟ يقول: قصصت عليه قصتي. فجمع النبي الصحابة، يقول له: قص عليهم حديثك، وقص عليهم قصتك، قصة إسلام من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من الذي هداه؟ من الذي أخرجه من فارس إلى الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمورية، إلى اليهود يقبضون عليه، إلى يأسرون، إلى المدينة، إلى رسول الله؟ من الذي جاء به؟ إنه الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
قال النبي لسلمان وكان عبدا عند يهود، قال كاتبهم، فكاتبهم يعني عقد كم يدفع علشان يعتقونه، ب300 نخلة ساعده الصحابة فاعتقوه في الخندق. في الخندق هو الذي أشار على النبي بحفر الحفرة، أنقذ الله به الدين بسلمان الفارسي. والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الصحابة جماعات يحفرون الخندق، كل جماعة شو تقول؟ تقول سلمان معنا، لأن كل قبيلة كانت مع بعض، الأوس بروح، الخزرج بروح، المهاجرين بروح، كل قبيلة مع بعض. سلمان منو عنده؟ ما عنده أحد، جاي من فارس. وكل الصحابة يدرون سلمان قوي وشجاع ويستطيع الحفر ونشيط سلمان، وكل واحد من الصحابة يقولون يا رسول الله سلمان معنا، سلمان معنا. ايش قال لهم الرسول؟ قال لا، سلمان منا آل البيت، ضمه النبي لآل بيته، فصار سلمان حكما كأنه من آل البيت. قال سلمان منا آل البيت. يوم من الأيام يقول النبي للصحابة لو كان الإيمان بالثريا عند النجوم لناله رجال من هؤلاء، أي من سلمان وأمثاله، إنه سلمان الفارسي اشتاقت الجنة إليه وإلى أمثاله. الجنة تشتاق إلى سلمان، كان متواضعا زاهدا، يقول قبل موته وهو يبكي، وهو يبكي قبل الموت ويقول ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، أي لا تأخذوا شيئا من دنياكم إلى الله عز وجل. مات ولم يخلف إلا 24 درهما، لم يملك شيئا من الدنيا، لكن سلمان يكفيه شرف أن الجنة تشتاق إليه، وأن النبي قال سلمان منا آل البيت. كيف ضحى كل هذه التضحيات وسافر هذه المسافات لأجل أن يصل إلى الهداية؟ من أراد الهداية سعى لها. شخصيتنا القادمة أيضا بطل من أبطال الإسلام، بل سيف من سيوف الله. من سيف الله؟ إذا قيل لك من سيف الله قل فلان، أسلم متأخرا لكن قاد الجيوش وفتح الفتوح، أرعب الروم والفرس، وكان اسمه كفيلا بنصر أهل الإيمان. مع هذا كله مات على فراشه وكان يقول آخر حياته لا نامت أعين الجبناء. من هذه الشخصية والعبر التي فيها؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية لجنة تعريف الإسلام. إنهم كالطيب يهدي للقلب السرور، أخلاص قولا وفعلا واتقوا يوم النشور، عزمة الإيمان فيهم أقوى من كل الصخور، من خطاهم لجنة التعريف تقبس.